شكرا شكرا، مرحبا بكم يا أطفال. عمو يزيد سعيد جدا باستقبالكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. أنتم اللي حضرتوا معنا اليوم، كاين أطفال راهم يشوفوا فينا حابين يحضروا كما أنتم حضرتوا. ما عليكم يا أطفال إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بالطريقة التالية. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي، لما تشاركوا للحضور لازم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة. أحبائي، في كل بداية كل حصة نستقبلوا شخص عزيز علينا، ساعي البريد اللي يجيب لنا البريد نتاع أصدقائنا الأطفال اللي يرسلونا عبر موقع الإنترنت بالضغط على زرار آراء وملاحظات. رحبوا معي كامل بصهيب، تعال تعال ساعي البريد تاعنا. مساء الخير يا أطفال. مرحبا بك صهيب. واش راك صهيب؟ لاباس؟ لاباس. واش جبت لنا اليوم؟ البريد. البريد تاع أصدقائنا الأطفال. حط هنا في علبة البريد. يلا. كاين رسائل كثيرة، تفضل تفضل. حطهم هنا في علبة البريد. شكرا شكرا شكرا. إذا أحبائي، الأطفال اللي راسلونا كامل راح نقراو الرسائل نتاعهم هنا. ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت وترسلونا. شكرا 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 صهيب، وترسلونا عبر الزرار آراء وملاحظات. في هذه الفترة هذه يوم أول أكتوبر كان اليوم العالمي للموسيقى. تحبوا الموسيقى؟ نعم. ويوم 4 أكتوبر هو اليوم العالمي للحيوانات، وعمو يزيد دالكم مفاجأة اليوم تتغنى بالحيوانات. راح نتكلموا بزاف على الحيوانات والرفق بالحيوانات. يا أخي أحبائي، يجب الرفق بالحيوانات، نتهلاو فيهم. قبل ما نبداو، تحبوا الألغاز؟ نعم. إذن لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يمشي بلا رجلين ويبكي بلا عينين؟ ثم كذلك أحبائي لكم تشوفوا فيها عبر شروق تيفي، ممكن أنكم تشاركوا في الإجابة عن اللغز عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة هذه. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي، الشيء الذي يمشي بلا رجلين ويبكي بلا عينين. إذا فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا على بالي بلي شاطرين، وحنا نروحوا نكتشفوا مع أسماء شخصية مرموقة، عالم مسلم هو جابر بن حيان. تفضلي أسماء. تفضلي أسماء، تفضلي تفضلي بنتي، تصفيق عليها تحت. مساء الخير. اليوم سنتحدث عن شخصية تحبونها كثيرا، إنه جابر بن حيان، وأبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي. جابر بن حيان ولد سنة 721 ميلادي الموافق ل 101 هجري بالكوفة في العراق. عالم في الفلسفة والطبيعة والأدب والفلك والكيمياء، وينتمي لأصول يمنية عربية أزدية. مع الوقت أدرك والده بأنه سيصبح من العلماء والمفكرين المشهورين، فحرص على تعليمه جميع المعارف المتخصصة بالدواء والنباتات والعطارة والكيمياء والفلسفة القديمة. واستمرت فترة حياته باكتشاف علم الكيمياء التجريبي، حيث تمكن من استنتاج مجموعة من المعلومات حول الكيمياء عن طريق التجارب والقراءة التي ساعدته على الوصول إلى العديد من الاكتشافات في مجال الكيمياء، مما أدى إلى حصوله على العديد من الألقاب والمسميات مثل أبو الكيمياء وكيمياء جابر وشيخ الكيميائيين. كان جابر بن حيان أول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الأحماض، وهي الطريقة السائدة إلى يومنا هذا، ونجح في وضع أول طريقة للتقطير في العالم،
وكان كذلك أول من صنع ورقا غير قابل للاحتراق. توفي جابر بن حيان في العراق بمدينة الكوفة عن عمر يناهز 95 عاما عام 815 ميلادي الموافق ل 199 هجري. شكرا أسماء. إذن أحبائي، جابر بن حيان هو من أكبر العلماء تاع القرن التاسع، وين كانت ذروة العلوم في المجتمع الإسلامي. إذن لازم نعتز دائما بعلمائنا يا أحبائي الأطفال. يا أخي، تكلمنا مقبلة على الرفق بالحيوانات. عمو يزيد اليوم دلكم أغنية قول فيها قطتي. تغنوا معي قطتي، يلا معي كامل. تلهو تلعب تغفو تتعب، ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب، ما أنهاها قطتي. وجدت جحرا قطتي، صادت فأرا قطتي، ما أسرعها قطتي، ما أبهاها قطتي. وجدت جحرا قطتي، صادت فأرا قطتي، ما أسرعها قطتي، ما أبهاها قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب، ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب، ما أبهاها قطتي. ورأت خيطا قطتي، راحت تلعب قطتي، نسيت فأرا قطتي، ما أحلاها قطتي. ورأت خيطا قطتي، راحت تلعب قطتي، نسيت فأرا قطتي، ما أحلاها قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب، ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب، ما أبهاها قطتي. هرب الفأر قطتي، دخل الجحر قطتي، فبكت ندما قطتي، ما أحلاها قطتي. هرب الفأر قطتي، دخل الجحر قطتي، فبكت ندما قطتي، ما أحلاها قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب، ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب، ما أبهاها قطتي. برافو برافو. إذن ما أحلاها قطتي، ما أحلاها قطتي. ياسين، comment s'appelle ton chat? Hein, tu veux pas lui donner un nom? Je sais pas. Hein? Na tu est-ce que le chat? Qui veut se moha? Qui veut se Hein? Bibisha. خلاص نسموها بيبيشا. يلا بيبيشا. اوكي احبائي، الرفق بالحيوانات مهم جدا 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 يا اخي. وكذلك معنا صديقنا لو هنا من ذوي الاحتياجات الخاصه، صديق الحصة، واسمك وليدي؟ آمين. آمين. مولف الجيل عند عمو يزيد. آمين. نعم. عجبك الحال؟ عجبني. هاك فرحان، الله يبارك. إذا مرحبا بك وليدي، مرحبا بك. تصفيقة على آمين. رحبوا كامل به. كامل. أحبائي، واش رأيكم دركا؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. يلا نروحوا مع عمو مراد في ألعاب الخفة. تفضل عمو مراد. يلا. تحية لعم مراد. تحية تفضل عم مراد، تفضل.
برافو برافو، تحية 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 لعم مراد، برافو 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 برافو. تحية لعم مراد، برافو برافو، تحية تحية تحية، برافو 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 عم مراد، برافو. أحبائي كما قلت لكم في رابع موسم لحصة مع عمو يزيد، أربع سنوات من المتعة، زدنا لكم فقرات منهم هذه الفقرة هذه اللي هي هل تعلم، في كل مرة نتعلموا معلومة جديدة. تحبوا تتعلموا يا أحبائي؟ نعم. برافو. إذن فقرة هل تعلم اليوم مع ميليسا، تحية تحية لميليسا، تفضلي تفضلي ميليسا، تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. هل تعلم أن في كل عام يتحطم أكثر من 10,000 منقار طائر بسبب اصطدامها بجدار النوافذ؟ برافو 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 برافو، شكرا شكرا ميليسا. إذن أحبائي الطيور بالمرات في الزجاج تاع النوافذ ما تشوفوش، ويصطدم المنقار تاعها بهذا الزجاج، وهي عدد هائل من الطيور اللي تتوفى ولا صار لها حوادث بهذا السبب. هذا في كل مرة نكتشفوا شيء اللي يهمنا في حياتنا. واش رايكم أحبائي نروحوا دركا نحكي لكم حكاية الطفلة الرحيمة، بما أننا نتكلموا على حقوق الحيوانات والرفق بالحيوانات خاصة، راح نحكي لكم هذه القصة الجميلة اللي هي قصة الطفلة الرحيمة. يلا معي. إذن أحبائي الأطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الطفلة الرحيمة. في يوم من الأيام كانت الطفلة واسمها مريم خارجة من بيتهم، كي خرجت هكذا تفاجأت شافت القط نتاع الجيران مربوط، راحت المدرسة من بعد رجعت عاود صابت هذاك القط مربوط ما عنده لا ما لا ماكلة لا والو، تفاجأت. بعد راحت عند الوالدة تاعها قالت لها ماما جيراننا خلاو القطة تاعهم لتحتها ما عندها لا ماكلة لا ما لا والو. قالت لها بنتي بصح هذوك الجيران راهم مسافرين. قالت لها مسافرين؟ قالت لها مسافرين. قالت لها مالا ماما شوفي أنا راح نعطي لها الماء والماكلة كل يوم. بدأت تعطي لها الماء والمكلة والحليب كل يوم، والجيران هذوك سافروا 10 أيام نساو القطة هذيك. بدأت في كل مرة تعطي لها الماء والحليب والأكل كامل، ومن بعد 10 أيام من بعد رجعوا هذوك الجيران، رجعوا شافوا القطة مربوطة تخلعوا، قالوا احنا خليناها هكذا. قالت لهم ايه انتم اللي نسيتوها، وكان هذيك الطفلة هذيك ما كانتش رحيمة وما كانش قلبها حنين وعطات لهذيك القطة تاكل وتشرب، وكان ذيك القطة لا سمح الله ماتت. أحبائي يجب الناس لما تكون عندك حيوان في البيت ولا لازم تعتني به، سينو خليه طليق صريح، لازم تطلق سراحه، ما تقدرش تحكم الحيوان عندك وما تعتنيش به. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلص من حكاية اليوم أنه يجب علينا الرفق بالحيوان. برافو برافو، تحية تحية البوفي، تحية تحية
إذن أحبائي، الرفق بالحيوانات، ما لازمش نسجن الحيوانات، وما لازمش يكون عندنا حيوان ما نعتنيوش به. يا أخي أحبائي يلا معي. إذن أحبائي الأطفال، يجب الرفق بالحيوانات، ما لازمش نعذبوا الحيوان، الحيوان لازم نعطوا له ياكل، نعطوا له يشرب، وخاصة ما نحبسوش الحيوانات. يا أخي لحقنا درك الواحد الركن اللي نحبوا بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، شكون اللي عنده اون بلاك نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ يلا شكون؟ شكون؟ تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ رميسة. رميسة، وين تسكني رميسة؟ في العاشور. في العاشور، شحال في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد، قلت لي ما أحشري لي خبزة، كان يمشي يمشي يمشي، راح عند الحارس قال اعطيني دبزة، كي عطى له دبزة ضربوا دبزة، من بعد راح عند يما قالها، قالت له عاشك زرق، قالها قلت له اعطيني دبزة، قالت له جاية، قلت لك اعطيني خبزة ماشي دبزة. برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ أمير، جيبي أمير، جيبي جيبي لهنا. تقدري تقعدي معاه فوالا، دوري هكذا باش يشوفوه كامل. واش راك امير؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش حبيت تقولنا؟ نقول لكم عجبتني الحصه تاعكم وشكرا. الله يخليك. واش حبيت؟ حبيت تقولنا اغنيه؟ ايه قولها لنا، قولها لنا. هذه الاغنيه اللي حنغنيها نهديها كاع الامهات وامي. الله يبارك. تفضل تفضل وليدي. ماما ماما تربيني، تطعمني وتداريني وتداويني في مرضي، تعرف كيف تحاكيني. ماما ماما نبو حنان، فليحفظها رب الرحمن. ماما تطهو لي طعامي وترتب لي انبامي، وترتب ثمن كتبي وتوفر لي اقلامي يا ماما. برافو برافو. تسعتنا تصفيق على امير. تصفيق تصفيق. شكرا شكرا امير. شكرا وليدي. شكرا 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 شكرا. لحقنا دركا الركن. تعالي بنتي تعالي 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 تعالي. أرواحي أرواحي بنتي، تعال أبقادي. واسمك؟ سلمى. سلمى، وهذه شكون واسمك؟ اسمي شيرة. واسمك؟ اسمي شيرة. اسمها؟ زينة. زينة. أوه شوفي لك في الكاميرا زينة، قولي لها اسمي زينة. اسمي شيرة. الله يبارك. شحال في عمرك زينة؟ سنين. شحال؟ سنين؟ سنين. الله يبارك. عامين. دير دير بيزو عمو يزيد هنا هنا هنا. بيزو بيزو. الله يبارك. تحبي عمو يزيد؟ نحب يزيد. أوه عمو يزيد يحبك. وشو عندها في يدها؟ عطت لك كادو. جابت لي كادو. أوه كادو جميل جدا جدا جدا، هذا لازم نوريه لهم هذا. أوه وش هذا؟ كادو لمن؟ عمو يزيد. شوفوا الصورة تاع زينة، وقتاش تصورت معها هذه؟ عندها هكاك العام اللي فات. الله يبارك. إذا شوفوا الصورة مع زينة، درت لها كادر وجابتها العم يزيد. احنا رايحين نحتفلوا بها، رايحين نحتفظوا بها هنا في الديكور تاع الحصة. أعطيها البوبي يحطها لنا في الدار تاعنا. شكرا شكرا شكرا. باي باي. شكرا. لحقنا دركا أعزائي الركن الرسائل. بوبي أعطينا الرسائل تاع أحبائنا الأطفال نقراوهم، وانتم كذلك يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com وتضغطوا على زرار آراء وملاحظات باش نقراو الرسائل. شكرا. تحية البوبي. تحية تحية. الرسالة الأولى، الرسالة الأولى بوصفصف إسحاق 6 سنوات من مدينة سطيف، قال لك ايميسيون مانيفيك سورتو عمو يزيد،
ميرسي ميرسي اسحاق بوصفصاف سي تري جونتي. 6 سنوات مدينه سطيف، حنا نعتز بهذه الرسائل، مام انتوما فوزات مانيفيك. الرساله الثانيه جانا يوسف 13 سنه من مدينه سطيف كذلك، قال لك انا من متتبعي الحصه وهي حصه ما شاء الله جميله، وانا احب عمو يزيد كثيرا كثيرا كثيرا. جانا يوسف 13 سنه من سطيف، شكرا ولدي، شكرا شكرا شكرا. الرساله المواليه، هذه من حي محطه القطار في بوفاريك مدينه البليده، بالكحل يحيى، بالكحل يحيى قال لك احب عمو يزيد واريد المشاركه واشكر عمو يزيد على النصائح. شكرا شكرا يحيى ولدي، الله يخليك. عمو يزيد كذلك يشكرك على هذه الرساله الجميله. بالقادر نور اليقين تقوى 10 سنوات من مدينه شبيطه مختار ولايه عنابه، قالت لك اعجبني البرنامج يا عمو يزيد واحبك. اذا تقوى نور اليقين بالقادر من مدينه شبيطه مختار من عنابه، عمو يزيد تاني يحبك يحبك يحبك. الرساله المواليه، بنربي اميره 30 سنه مدينه عينطايا في الجزائر العاصمه، قالت لك حصه هائله، عندي زوج ابناء يتمنوا انهم يلتحقوا بالحصه، خاصه بنتي عندها 4 سنوات تقول لي نحي الكارو تاع التلفاز وندخل عند عمو يزيد، نتمنى يتصلوا بنا في اقرب وقت. والله رساله نعتز بها. اذا اميره بناربي من عينطايا، عمو يزيد راح يتصل بكم حتما. اذا احبائي، اذا لحقنا الركن الجواب عن اللغز، الجواب عن اللغز. اللغز قال ما هو الشيء الذي يمشي بلا رجلين ويبكي بلا عينين؟ تعالي بنتي، ارواحي ارواحي بنتي، روحي منا. واسمك؟ إيمان. إيمان، وين تسكني إيمان؟ في براقي. وش هو الجواب؟ السحابة. السحابة، عرفتوها كاع. معلش 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 معلش، برافو، على بالي بلي شاطرين، على بالي بلي شاطرين. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي شركة شيبس مهبول تهديك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها، وشكرا على شطارتك. تفضلي تفضلي بنتي تفضلي. شكرا. تصفيقة تصفيقة تصفيقة. أحبائي، في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة باش يحتفل بعيد ميلاده هنايا، ولا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم، ما عليكم إلا ترسلونا عبر البريد بخمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمة. اليوم عندنا عيد ميلاد أيت سوغر سفيان 5 سنوات من مدينة بومرداس. التحق بي يا سفيان، تعال 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 سفيان. إذن راح تلتحقوا بيا نغنوا لسفيان عيد ميلادك أحلى عيد الأغنية، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا التحقوا بيا نغنوا كامل مع بعض عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات.
جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذن عمو يزيد راح يشعلك الشمعة ديالك يلا ديروا معايا العد التنازلي يلا خمسة برافو دوك طب في الشمعة زيد 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 برافو برافو أعطيني الشهادة تاعو إذن أي تسوقر سفيان عمو يزيد يهديك هذه الشهادة هذه هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم كامل يا أحبائي غير تخرجوا منها كل واحد راح تكون عنده شهادة كما هذه يحتفظ بها كذكرى هذه تاعك وكذلك كما وعدناك رامي راعي البرنامج اللي بعت فيه خمس قسيمات من علب حليب رامي يهديك هدية عيد ميلادك إن شاء الله تستفد بها وأنا ما بقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم قناة الشروق تيفي في نفس التوقيت سلام نحبكم يا أطفال لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد يزيد بزاف بزاف على هذه المبادره باسكو يدير بزاف حصص للدراري انا نشوفوه في التلفزيون والدراري يحبوهم بزاف نشكر عمو يزيد على كي استضافني في هذه الحصه واللي حب اللي حب يسجل في هذه الحصه ما عليه غير يدير في الانترنت ويجي للمقر نشكر قناه شروق وحصه عمو يزيد على هذه الاستضافه هذه ونتمنى الحصة عمر مديد السلام عليكم جينا من حطاطبة نشكر عمو يزيد شكرا عمو يزيد على الحلقة عجبتني الحلقة جدا جدا اليوم جينا من ولاية البويرة باش نحضروا هذا الحفل تاع عمو يزيد ونشكره ونشكر كل الطاقم المهني على هذا الحفل صح عمو يزيد شكرا عمو يزيد عجبتني الحصة تاعك وأريد وأني حايب نقدم لك رسومات الدياولية